مرحبا بلالا بلوس معنا، معكم شيف فرح القرماعي ومعايا سو شيف العلوي الحسن. غادي نقدموا لكم ان شاء الله في شهوه رمضان الشوربه بالقرعه والكيوي، وفيها بطاطا، وعندنا غنحتاجوا كذلك جبن مربى والكريمه خاصه بالطهي وشويه ديال الدقيق. اما بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا بزار، ملحه، العطريه اللي خاصه بالدجاج، شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال الزيت، وطريز ديال الثومه، وفي الاخير غادي نحتاجوا شويه ديال الزبده. دابا ان شاء الله غادي نقيو الخضره اللي متوفره عندنا، القرعه، بطاطا، الكيوي، وغادي نقطعوها طريفات، وغادي نديروها طيب مع طريز ديال الثومه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، توابل ديال خاصه بالدواجن، وجوج معالق كبار ديال الدقيق. ملي كتوجد لنا الشوربه ديالنا تقريبا عندنا واحد 20 دقيقه ديال الطهي، كنزيدوا عليها القشده طريه تقريبا 200 غرام خاصه بالطهي، وكنزيدوا 4 ديال الجبن المربى ومعلقه كبيره ديال الزبده، وكنطحنوها، وغادي نخليكم ان شاء الله مع الشكل النهائي. بالنسبه لطريقه الطهي، غادي نديروا الطياب على لا كويسون ا لونغليز، معناتها كيكون الماء مغلى ومملح فيه الملحه. عاد كنضيفوا الخضروات ديالنا، غير من الاحسن نقطعوها طريفات صغار باش كتاخذنا وقت اقل في الطهي. هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا، وكنقدموها مع شويه ديال الجبن، وهي فيها ما كتجي زوينه مع المذاق ديال الكيوي، كيعطينا مذاق اخر وبالصحه والراحه. عواشر مباركه.